مرحبا مرحبا مرحبا، الله يحفظك اخي الحسين. مرحبا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا حاتم واش حل لابس الحوايج؟ شي بركه. شحال شحال خوك الله يعز؟ واش جوج كراسه، وي كراسه ديال البيكار البنك ديال الرياض. واش ساكت على الفوق كيف لابس؟ انا لابس الصوفيط ما وهدوني احتي. انا لابس الصوفيط ما وصل وصل وصلوا القافله وصل. وحاتم وليت لا نتكلم بالجبليه كبحال ايوب. ها الكاميون ها الكاميون ها نسوي شي بلا. اللهم بارك الله. الجماعه صبحتنا اشطا اليوم والله الا كنت صبح ناشط. شكون يسخب هاد الجماليه؟ شكون يسخب هاد الطبيعه؟ شكون شكون شكون؟ انا انسان طبيعي يا اخوتي. الله الله الله. ولكن يعني عندنا نهار في الاسبوع، يوم في الاسبوع، ما شاء الله اللهم بارك. ان شاء الله يوم الجمعه بدات الانطلاقه من مدينه القصر الكبير، وحنا بدينا نخرجوا للفيافي. والفيافي انا توني جديد وكلشي ديال الله، اللهم بارك. الله خير رامي، كيف ما كتشاهدوا الدبا كرة تدربت في كرة خير خدمات ياك؟ خدمات في كرة خير. صافي صافي. هذاك السنون هي وديك خاي عبد الله والو؟ لا والله خاي عبد الله شو مراكش باللي تو مراكش الصباح تو مراكش المطعم. الله يديهم على خير الله يسر الامور. امين. وهذا المنبر اخي احمد فين هو؟ سبحان الله واحد ذكرتني بمراكش، واحد الصديق ديالنا كيعمل بيكالا مات بوبري بالموطور ديه. شي كسيد نسال الله تعالى العافيه السلامه والعافيه. نعم وكذلك نطلبوا من الله عز وجل هذا السيد الصديق ديالنا مسكين اللي مات، نسال الله تعالى ان كان محسنا ان يزيد في احسانه، وان كان مسيئا ان يتجاوز عن سيئاته، غفر الله لنا وله. الله يجعل الجنة مثواه وجميع موت المسلمين. سي صافا واحد السيد مسكين من مراكش مات، ما شتيش؟ ها؟ مراكش مات بالموطور. رياضي هو بالسكليطة. رياضي هو مات بالموطور في قبل. الله يرحمه ويوسع عليه. امين 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 اخي. الناس ما تنسوش ما تنسوش علينا. لا حول الله. عطيني هاد المطار اللي خرجوا هادو الشينوا هاد 96 هاد المصيبة كلها. نعم هادو خطيرين بزاف يعني انتحار انتحار. يا ربي السلامة. انا كنشريه ولدي قلت له ولدي راه باغي تنتحر خليها هذيك اللي بغيتي. يا ربي السلامة. حتى يعني بواحد اللحظة كينقص من زيرو ل 100 ما كيشعرش براسو غادي عريان من نون وحديد. هذا شو الشريطات والجبال العمل سنتي والهواء الطلق. الله الله نتمنى نشرفوا بعض الاخوان الله يسعدك بخير. مرحبا. حق وليدي خا هما. مرحبا. بعد هاد الشباب ديالنا حنا مثلا القضيه ديال السوره الحمام دا شي. نعم. حنا بغينا نفهموا بعض الاخوان. نعم. الله يجازيهم بخير الله يكثر خيرهم. مرحبا. الرياضه بالنسبه لنا هي خضره فوق طعام. نعم. أنت خضرة فوق طعام بهذا المفهوم هذا. علاش؟ حيت حنايا هي اليد إلا بغيتي تقوم اللي ديال داك الأساس ديال التاريخ اللي قصر. نعم. اليوم كفحوا والسنين وما بحثوا. نعم. وجابوا لنا الجواهر ديال شنو ظاهر القصر. نعم. حنا هما يعني الذراع الميدانية ديالو. ما هما مساكن ما يقدروش يجيو لهاد الأماكن. حنا غنمشيو ليلة وغادي نرصوها مكان لمكان وغنوريوها للحباب ديالنا ونوريهم داك الأماكن فين جات. حنا ديك الساعة فين نكتسبوا الرياضة بالنسبة لينا هذيك عيب واحد الطرف أي جانب فهمتي كيفاش؟ نعم. احنا مريضين ضخمين كاع ولكن راه حنا كنبحثوا على شي حوايج أخرى كثار من داك الشيء. هي البحث على هاد المناطق ديالنا وشنو كتخبع من جوالها المناطق المدهونة. ها حيت هاد الناس هادو الأساس ديال التاريخ. نعم. فهمتي؟ نعم. أستاذ أخريف أستاذ يعني واحد المجموعة الأساسيين الله يجزيهم بخير اللي هما بحثوا في هذا التاريخ. راه كاين عندنا
الجمعيه ديال التراث في التاريخ صار كبير. هاد الناس هادو بحثوا ولكن ساكن ما عندهمش قدره باش يمشيو لهاد الاماكن لان عنده صعوبه كبيره. كاع يدرسوا غلوه في الغابه باش يوريك واحد المغاره ولا يوريك واحد ما يقدرش. ولكن حنايا قادرين الحمد لله. الحمد لله فهمتي، حنا قادرين نمشيو بجهد الله. اذا حنا الرياضه بالنسبه لنا هي واحد جانب ماشي هي كل شيء. حنا ملي كنردوا الرياضه هي كل شيء ماشي حنا باش نفهموا زعما شنو كاين. هاد النسور هادو راه معايا حطوا على كل بلاصه وكل جبل وكل مغاره ان شاء الله. يا ربي يا ربي وغنموتوا حنا مع جوج الشباب ديالنا غنمشيو كثار. الله الله شوف خي شوف خي ايوب يوصل شوف خي حميد واش ايوب هذاك اللي مشى؟ وانا خليته معايا شي حاجه من الحانوت ولا؟ لا والله لا بغيت هاد السيراتور عندهم كيف حال اخوتي؟ قلت لك 96 قلت من 1% واحد تيسمر الله يا الله يا خويا ها هو معاه زيد بغيت يطرق براسك حميد حميد الله دابا نقول لا تجمعونا اييه عندك هاد الوعود اللي طيح عشان يبين ما قلنالوش عشان سويت قلت لك نسيبو شي باش نقول لا علاش يصليو في يصليو في القصبه ان شاء الله ها؟ هزينا جديدنا؟ هزينا جديدنا؟ راني من جامي تروطات. ساهل. دابا إلا هزينا الريتم شوية ياك. إيوا. الله. سير صافي هاد القصبة فين جات؟ جات هنا الجبيلة. وهاد الجبيلة فين جات؟ جات في طريق تخبيس بن عروس. مقابلا لبودا. واش قبل خبز بن عروس؟ سميتو بودا. ها؟ قبل خبز بن عروس. قبل. أنا تما نصليو أصاحبي. هاد عندك فيها الشف. تويتس هاو 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 تويتس يا وصلنا تويتس هاو حق عربنا لا ولا يا تفضل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله على جو يا ربي جو جميل الله 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 ها الحدوره جاو انا هو ديال الحدوره الله 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 هاد كيعدلوا لينا الطريق الصباح ما يغشوها شي وخدموها مزيان كي بعد الطشرونات الله يغفر لنا ولا مرحبا 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 وسهلا اخي حميد الله الله سي حميد راك صبحتي الحمد لله الله 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 غنقول لها غندوزو على قول لها عندك تمشي روينا اليوم حميد ماشي نقوزو على قولنا ايوب مشى ايوب هرب ايوب سير يا ابنك الله سير ايوب لا يهرب لا يهرب لا نقول لكم اخوتي انا لا نقول له ايوب لا نقول له ايوب مشيها بالخمسين هو لا يمشي بالمية ولكن ماشي شدو ما انقطع هاد اللايف حتى وصل ايوب انا لا نقول له لا نقول له ايوب انا لا نقول لك مشي بالخمسين واش لا يمشي بالمية الله اللهم بارك والدموع اخوتي بداو يخرجوا شوف اللهم بارك دموع الله يا الدموع بالريح الترجه غدا اللهم بارك واحد 45 بحال هيدا باش غدا بيكال
أيوبان الله. زيد يا شي فوق. نضحك مع ايوب. ايوب انا نقول لك مشيها بالخمسين وتنا تمشي بالمية. لا نقولها لك ولا نقولها لك. ها هو خوتي. السلام عليكم. السلام عليكم. ولا نقول لك مشيها بالخمسين وتنا تمشي بحال هكا سي اش. ليش انا تخشي المية؟ ليش انا؟ هذه 1000 يلا طيب. والله ياك بحال الموطور ديك سي 90 بحال سي مصطفى هذاك الموطور من واحد لمية باغي. يا لطيف يا لطيف يا اخوتي الحباب تبارك الله عليكم. السلام عليكم اخي ايوب. ها هو في احسن حال. مع السلامه اعز الاصدقاء. تبارك الله عليكم اخوتي. تبارك الله عليكم. جزاكم الله عنا خيرا. يا الله السلام.